طيب هل فعلا كابتن خالد عرضته على كابتن احمد حسام ميدو التواجد مع الفريق سواء في منصب المدير الفني او في منصب المدير الرياضي؟ كابتن احمد حسام ميدو قيمه كبيره فنيه مقامه، وطبعا احد الاسماء المطروحه بقوه، نجم عالمي، مدير فني متميز، ابن نابغ من ابناء نادي الزمالك، احد الاسماء طبعا المطروحه. لكن في النهايه اكيد زي ما انت عارف يا كريم بتتفاوض مع نجوم الزمالك، في النهايه هنستقر على اسم طبعا يشرفنا كل الاسماء اللي احنا بيتم طرحها، لكن في النهايه هنستقر على اسم يناسب هذه المرحله وفي نفس الوقت تناسب هذه المرحله امكانياته وطموحاته مع نادي الزمالك.